من عمان المحلل الأول للأسواق المالية في إكويتي جروب سركيس نزار للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. صباح الخير لك سركيس، كل عام وأنت بخير. صباح الخير وأنتم بألف خير وعافية. أهلا وسهلا بك. في البداية يعني هناك حركة للدولار، يعني عم بيكون هناك استقرار عند مستويات مرتفعة، كملاذ آمن عم يعتبر الدولار خاصة مقابل سلة من العملات الأجنبية، ارتفاعات يعني ملفتة مقابل الدولار لا سيما هذه زوجية ما بين الدولار والين الياباني، ما رأيك؟ صحيح، بداية شهدنا بيانات اقتصادية صدرت يوم الجمعة الماضي أفادت بانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى شهدته الولايات المتحدة في الفترة ما قبل الجائحة، حيث وصلت نسبة البطالة إلى 3.6% بعد أن تم إضافة 431 ألف وظيفة الشهر الماضي آذار في الاقتصاد الأمريكي. هذه الأنباء أعطت المتداولين سببا للاعتقاد بأن الفدرالي الأمريكي على الأرجح سيقوم برفع الفائدة خلال الشهر المقبل بواقع 50 نقطة أساس، وبالتالي شهدنا بالفعل ارتفاع في الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الأجنبية، ارتكزت أيضا على الين الياباني الذي وصل الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياته أمام الدولار منذ أواخر عام 2015، فالمتداولون الآن يقيمون احتمالية رفع الفدرالي الأمريكي الفائدة بشكل سريع للسيطرة على معدلات التضخم، خصوصا مع صدور بيانات تسمى بيانات مؤشر الكور بي سي اي الاسبوع الماضي، وهي بيانات تضخميه يراقبها الفدرالي الامريكي، واشارت لارتفاع معدل التضخم المراقب من الفدرالي الى 5.4%. كل هذه الظروف مجتمعه تعطي الاعتقاد بان الفدرالي الامريكي قد يستمر برفع الفائده طوال هذه السنه في محاوله للحد من ارتفاعات معدلات التضخم، وبالتالي نلاحظ تدفقات سيولة نقدية تتوجه إلى الدولار الأمريكي على حساب عملات أخرى مثل اليورو مثل الين الياباني وغيرها من العملات الأخرى. نعم، يعني عندما نتحدث عن ارتكاز على الدولار، كيف ترى أيضا يعني المؤشرات الأخرى؟ هناك انتظار لمؤشرات الوظائف الأمريكية غير الزراعية، أيضا هناك يعني الكثير من المؤشرات الأخرى التي من الممكن أيضا أن تساهم إن كان في تعزيز أو حتى في إضعاف الدولار، ما رأيك؟ بالفعل هذا الأسبوع نحن في انتظار عدة بيانات اقتصادية كما تفضلتي، لكن الأهم في هذه البيانات الاقتصادية باعتقادي سيكون محضر اجتماع الاحتياط الفدرالي الأمريكي يوم الأربعاء المقبل. في هذا المحضر لن يتم اتخاذ قرارات جديدة، لكنه محضر يوضح أسباب اتخاذ القرار السابق عندما رفع الفدرالي الفائدة ب 25 نقطة أساس، وستحاول الأسواق المالية والمتابعون للفدرالي الأمريكي مراقبة أي تلميحات عن توجهات السياسة النقدية لهذه السنة. من جهة أخرى نحن في انتظار بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الأمريكي، والتوقعات تشير إلى احتمال تسارع في نمو هذا القطاع، وإذا جاءت البيانات بالفعل تظهر تسارع نمو القطاع فهذا قد يزيد أيضا ويؤكد أكثر احتمالات رفع الفائدة الشهر المقبل، بينما بيانات أضعف من المتوقع قد تكون سبب لبعض الانخفاض في الدولار الأمريكي. فعلى ما يبدو المتداولون الآن قد سلموا في واقع أن الفدرالي سيرفع الفائدة على الأرجح الشهر المقبل ب50 نقطة أساس. نعم، عندما نتحدث أيضا عن اليورو تحديدا، كيف ترى التطورات الجيوسياسية وأيضا تفاعل اليورو معها، خاصة يعني عندما نتحدث عن تطورات الطاقة في هذه القارة تحديدا والمخارجة مع يعني روسيا؟ شاهدنا تصريحات مؤخرا من بعض المسؤولين في روسيا تم الإشارة فيها إلى أن روسيا لن توقف الغاز إلى أوروبا في الوقت الراهن، وهنالك دول مثل ليتوانيا أوقفت بالفعل وارداتها من الغاز الروسي. هذه الأنباء تضر باليورو، وذلك لأن منطقة اليورو بل الاتحاد الأوروبي كاملا يعتمد بأكثر من 40% من حاجاته للطاقة على روسيا. التوترات الجيوسياسية في طبيعتها تضعف اليورو، لكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار بيانات صدرت الأسبوع الماضي أظهرت ارتفاع
فاق التوقعات في معدل التضخم في منطقة اليورو ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 7.5%. هذا قد يتسبب في إجبار البنك المركزي الأوروبي برفع الفائدة في وقت أقرب مما كانت التوقعات السابقة تشير. لذلك اليورو بالفعل تحت ضغط هابط، وقد يستمر هذا الضغط الهابط، لكن بفعل تغير توقعات المركزي الأوروبي إلى جانب الارتفاع الكبير في معدلات التضخم قد يصبح الانخفاض أبطى. وأود أن أشير هنا بأن التوترات الجيوسياسية بالفعل تضر في اليورو، وقد تستمر بالسيطرة على تحركات المتداولين عندما يتعلق الأمر بالتدفقات النقدية. لكن كما أشرنا، توقعات البنك المركزي الأوروبي الجديدة قللت نوعا ما من هذه الضغوطات الهابطة. نعم، سريعا سركيز، عندما نتحدث عن الشرق الأوسط، حركة الدولار مقابل إن كان يعني الجنيه المصري وأيضا الليرة التركية، كيف يعني تقيم الوضع مع الدولار مع هذا القوة التي يتميز بها في هذه الفترة؟ الآن في عندما ننظر إلى هذه العملات وعملات أخرى عديدة حول العالم، والتي هي الدول إن كانت ناشئة أو الدول يعني خلينا نحكي العالم الثالث، كلها الآن تعاني من ضغط هابط إجمالي، رغم أن الليرة التركية الجنيه المصري أيضا قد شهد القليل من التذبذب خلال الفترة الماضية، لكن الارتفاع الهائل في عوائد السندات الأمريكية والذي أوصله إلى 2.5% خلال الشهر الماضي، هذا الأمر يتسبب في طلب كبير للدولار الأمريكي إن كان كملاذ آمن، إن كان أيضا كاستثمار في السندات الأمريكية، مما قد دفع الدولار للارتفاع أمام هذه العملات بشكل عام ليستقر مقابلها عند مستوياته المرتفعة نسبيا. فالآن يحاول المتداولون النظر في ما يسمى التصنيفات الائتمانية التي تصدرها شركات خاصة معتمدة حول العالم إلى جانب عوائد السندات. تقييم هذه أو هذه الظروف تدعم الطلب على الدولار الأمريكي بشكل عام في الأسواق المالية العالمية. سركيس نزار، محلل أول أسواق مالية إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.